السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ سامية. اليوم نشارك معكم وصفة تاع بيتزا رولي. وهنا عندي حوالي 600 غرام فارينة، نزيد لها غرفة كبيرة خميرة الخبز، نزيد غرفة كبيرة سكر، نزيد زوج مغارف كبار حليب بودرة، لازم يكونوا معمرين، ديروا زوج إلى ثلاثة مغارف كبار، وهنا نزيد عندي فرماج أون بوسيون كيما هذا، نتوما ديروا لي عندكم. دوكا نزيد حوالي 5 مغارف كبار زيت الزيتون، ندير 5 مغارف زيت الزيتون، تقدروا ديروا زيت الزيتون مع زيت نباتي. نخلطهم كامل، ندير هذا الخليط، نخلطهم كامل مع بعض، ونلم العجينة تاعي مع شوية ماء دافئ، كان نلم العجينة تاعي مع الماء الدافئ، الماء ديرو شوية بشوية تلموها، تكون شوية تلصق، لي حابة ما ديرش الحليب بودرة تقدر دير حليب يعني سائل. اللي عندها البيتزا تعجن العجينة حوالي 5 دقائق، واللي ما عندهاش دير بيديها تعجن بيديها، بصح لازم تعجنها 10 دقائق. دوكا كملت، خليت العجينة كما قلت لكم لازم تكون تلصق باش البيتزا تاعكم تكون هايلة. انا عجنتها بالعجان الكهربائي حوالي 9 دقائق، يعني قد ما تعجنوها قد ما تكون لكم العجينة مليحة. لو كان هنا عندي ان ريسيبيون، هنا درت له شويه الزيت، ندير العجينة تاعي في الريسيبيون هذاك. هاي لك العجينة كيفاش تكون لاصقة، يعني ما تخافوهاش هداك، يعني قد ما كي تكون تلصق
تجيكم كما قلت لكم العجينه هايله. نزيد شويه الزيت برك. هاي ليك شوفوا العجينة كيما راكم تشوفوا راهي تلصق في يديا. دونك نديرها في الريسيبيون هذا اللي درت له شويه زيت. هذا يعني كيما قلت لكم ما تخافوهاش العجينه كي تروحوا ديروها يعني تقعوها في فوق طاولة العمل ديروا لها شوية الفرينة هكذا. دوك نغطي العجينة تاعي ونخليها تخمر ومن بعد ندير الحشو نولي فيما بعد باش نوري لكم كيفاش ندير الحشو تاعها. للحشو هنا عندي في جهة راني نطيب في عندي ثلاثة حبات طماطيش رابيتهم راني نطيب فيهم. في جهة أخرى هنا عندي حوالي مغرفتين زيت نباتي ومغرفة عنا مغرفة تاع الزبدة. دوك ندير صدر دجاج مقطع مكعبات هكذا. دوك نزيد بصلة واحد حبة بصل كيما قلت لكم درت هنا عندي حبة بصل قطعتها شوية كبار وهنا عندي تاني زوج حبات فلفل قطعتهم صغار. دوكا نزيد البصل تاعي نديرو مع الدجاج تاعي. دوكا هنا نزيد شوية الملح فلفل كحل ونزيد كركم يعني كما قلت لكم الحشو اختياري. نخليه شويه فيما بعد. دوك ندير الفلفل تاعي ونزيد نقليهم فيما بعد. دوك ندير هكا شوية حوالي 10 دقائق باش نديرلو شوية ماء باش ما يتحرقش ونغطيهم باش يطيبو بالفرق. كيما راكم تشوفو هنا درت شوية ماء يعني حوالي نص كاس صغير الماء. دوكا نغطيها ونولي فيما بعد باش نكملو البيتزا تاعنا. هنا عندي الطوماطيش تاعي راهي طيب. دوكا كي تنقسم كي تنحل الماء تاعها نزيد لها شويه الزيت وحوالي مغرفه كبيره زيت زيتون وشويه ملح وفلفل كحل. العجينة تاعي نحيها يعني
طلع بالخف. في عاملة في طاولة العمل نديرو الفرينة. شوفوا دوك ندير شوية الزيت اليدية. هكذا باش نحيد العجينة تاعي. هايليك نحيها طاولة العمل، نقسمها على زوج. يعني تقدروا ديروها هكاك كاملة. نخليها في جهة هادية. دوك هادي دوك نفرشها. سيو كيفاش تحركوها باش ما تلصقلكمش من التحت. دوكا كي فرشتها ندير الطوماطيش تاعي اللي درتها من قبل. كما قلت لكم انا قسمت العجين تاعي على زوج. لو كان ندير نزيد من فوق هذاك اللي درته من قبيله تاع الدجاج والفلفل والبصل. هنا عندي ثاني زيت لها كميه من الزيتون الخضر، ونزيد شوية هنا بيان سور ندير نص ونص لاخر، نخليه العجينة التانية اللي خليتها من قبل. هكذا ندير من الفوق. نسويها كيما هاك. سي كيفاش ندير متساوي، يعني نفرقهم كاع فوق العجينه تاعي. هكذا
يعني ما تكتروش من الملح باش البيتزا تاعكم ما تجيش مالحه. هكذا وهنا عندي السنيوه تاعي درت لها من فوق ورق طهي. دوك العجينة ولا البيتزا تاعي نرويها. معاك نسيت كيفاش نعبز شويه عليها باش تلصق باش ما تفتحش. دوكا كي رويتها نقطعها تروح عليها غير بالعقل بيسك العجينة راهي طرية. كي درت لها كي درتها تلصق تجي لكم العجينة خفيفة بزاف. وهنا لازم كي ديروا الدوائر لازم تعبزوا عليهم غير شوية هكا. وكي ديروها كي ديروهم يطيبوا كي تشوفوهم بلي قريب يطيبوا تنحوهم من الفرن ديروا لهم شويه فرماج من الفوق وترجعوهم للفرن يكملوا يطيبوا الجنب نتاعكم يدوب يدوب من الفوق. عاوليك دوكا نكمل هذه ونزيد العجينه الاخرى. هذه نطيبها في الفرن ونولي فيما بعد باش نوري لكم الطهي تاعها. هنا عندي حبه بيض دوك ندير ندير في الاطراف مع البنسو تاعي ندير في الاطراف كما هاك يعني باش يحمر لي تحمر لي البيتزا تاعي الاطراف. ديرهم بالكامل ونطيبهم على 200 درجة ونولي فيما بعد باش نوري لكم البيتزا. يعني باقي بالطيب نحيها ونديرها الفرماج من الفوق ونرجعها باش تكمل طيابها. عاوليك دوكا كي تشوفوهم بلي بداو يحمروا من الفوق تنحوهم وديروا شويه من الفرماج من الفوق وترجعوهم للفرن. يعني ماشي بزاف غير زوج دقائق ولا ما تطولوش فيهم باش تنحوهم. هاي ليك البيتزا رولي كما قلت لكم لازم تعسوها وكيما تشوفوها تحمر بدات تحمر من الفوق تزيدوا لها الفرماج وترجعوها غير زوج دقائق كي تشوفوا برك الفرماج تاعكم داب وتنحوها. انا زينتها درت لها شويه معدنوس من الفوق. انتم تقدروا ديروا زيتون الكحل من الفوق كل حبه ديروا لها حبه زيتون. إذا عجبتكم الوصفة
ما عليكم غير ديروا جيم بارطاجيو، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم المزيد من الجديد، وإلى لقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.